عملية الوقاية تبدأ منذ الصغر، ما قبل المدرسة. شلون ما قبل المدرسة؟ هي عملية زرع وتنمية وتطوير المهارات الحياتية، من بناء قيم، من بناء مهارات حياتية. إذا اشتغلنا إحنا على أبنائنا منذ الصغر قبل المدرسة، فبالتالي تجي المرحلة اللي هي ما بعد المدرسة إلى مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد، هنا تصير عنده حصانة، في سمات شخصية عنده عالية، يقدر يقول لا. أغلب اللي وقعوا في المخدرات وتعاطوها كان يستحي ويخجل أن يقول لا لن أجربها، لأنه الناس اللي يبون يقعون في الإدمان يقول لا لو أنت رجال جربها، فهو يخجل ويفكر يجرب، يتوقع أنه بيوقف ما يقدر، بحيث أنه وصل لمرحلة إلى الإدمان. إذن عملية الوقاية تبدأ منذ الصغر قبل الدخول للمدرسة.